ولرصد الحالة الكويتية البريطانية المتفردة في عمق وامتداد الروابط التاريخية، معنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ عادل درويش. سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. وأنا أكثر سعادة بوجودي في الكويت. 120 عاما مرت على العلاقات الكويتية البريطانية، لا شك بأنها مرت بظروف قد تكون صعبة أحيانا ومصيرية، كيف يقرأها لنا الأستاذ عادل؟ رغم أن العلاقة البريطانية الكويتية علاقة صداقة عميقة تعود إلى ما قبل 120 عام، تعود إلى ابتداء وجود الأسطول البحرية الملكية في الخليج، وابتداء نمو الكويت كدولة مدينة بنيت على التجارة. إلا أن حضرتك بتتحدث عن كوفين محطات مصيرية، طبعا أهمها هو توقيع الاتفاقية، لأن هذا كان وقفة ضد ابتلاع القوى الكبرى في المنطقة، الدولة العثمانية، الدولة الفارس، وما إلى ذلك ابتلاع الكويت، لأن الكويت كان لها كيان اقتصادي مالي قوي، لكن طبعا من الناحية العسكرية لم يكن هناك وجود. وجدنا طبعا محطات تاريخية زي مثلا الجوهر عام 23، زي محاولات من استقلال الكويت عام 61 فور الاستقلال، أول الاستقلال مبادرة، كانت محاولات الأزمة مع عبد الكريم قاسم 61، طبعا أزمة تحرير الأزمة الاحتلال الكويت وتحرير الكويت. ربما تكون كلها أزمات، ولكن سنة 90 ربما كانت على أرض الواقع بشكل أكثر. 90 كانت على الواقع بشكل كبير على فكرة، بس يعني سنة 61 كانت البروفا، لأن الدبلوماسية الكويتية البريطانية نجحت نجاح كبير جدا في أنها تمنع قيام هذا الحرب، وأيضا استدعت وجود قوات عربية، قوات الجامعة العربية كانت معظمها قوات مصرية أردنية التي وصلت، فكان نجاح الدبلوماسية. بمناسبة الحديث عن الدبلوماسية، طبعا ننساش دور الناس الكبار اللي عملوه في التحرير الكويت، لكن دور الشيخ سمو الشيخ صباح عندما كان وزير خارجية، هو وزير خارجية من جيل العمالقة، جيل كيسنجر وداج هامرشولد ودرو غريميكو والناس دي، فكان بسرعة تمكن من صدور قرار من مجلس الأمن تحت البند الفصل السابع، فدور كبير جدا، لأن وزن سمو الأمير على المحفل الدولي دبلوماسيا هو وزن هائل لا يستهان به، ركبا أكبر من وزن كل الدبلوماسيين اللي احنا نعرفهم اليوم. ذاك كان هو الماضي، ماذا نرى في الحاضر والمستقبل في هذه العلاقات الثنائية؟ يعني زي ما بقول جورج أورويل في كتابه 1984، نحن في الحاضر نمتلك الماضي، وبالتالي نحلل الماضي رؤية المستقبل. طبعا نحن هذه العلاقة القوية، وجود الدبلوماسي، وأكبر بعثة دبلوماسية موجودة هي في بريطانيا الكويتية، 44 شخص. سعادة السفير خالد دويسان هو رئيس السلك الدبلوماسي، يعني أي سفير يجي بيقدم ورقة المدن المالكة، لكن مكتب الاستثمار الكويتي مثلا كان هو أول مكتب يفتح فيه 1952. وبالتالي احنا بننظر الآن إلى المرحلة الجديدة في بعد 29 مارس من هذا العام، خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. كانت قيود يعني إيدين بريطانيا مقيدة باتفاقية معاهدة الاتحاد الأوروبي. الخروج من هذا بيفتح الباب مرة أخرى للعودة للتجارة، وكتعلم أن العقلية البريطانية والعقلية الكويتية ملتقيان في مسألة التجارة. الكويت كانت بادرة من أول دولة اتجهت شرقا نحو الصين، سمو الأمر للصين، استثمار في مزارع الكويت في بلاد كمبوديا وفيتنام وما إلى ذلك. لا يحسب على العلاقات الكويتية الدولية بأنها البريطانية بأنها علاقات تتميز مثلا في الجانب السياسي أو الاستراتيجي أو الأمني فقط، هنالك أيضا علاقات على المستوى الثقافي على المستوى الاقتصادي. العلاقات بين البلدان هي بالأساس علاقات إنسانية، وجود أكثر من 6600 أو 50 طالب كويتي، هؤلاء بيختلطوا يومين بزملائهم الطلاب البريطانيين من أعظم أنحاء العالم، ولذلك تلاقي الكويتي ليس فقط هو الأكثر ثقافة في هذه المنطقة، بل هو أيضا الأكثر انفتاحا على العالم. وكما قلت، الاقتصاد والتجارة يعني يمدن لهذه العلاقة في الجانب المستوى الإنساني والتعليم والثقافي، وطبعا الحركة الصحفية الكبيرة في الكويت التي ربما لا مثيل لها إلا يمكن بريطانيا، لأن خارج العالم العربي، يعني داخل العالم العربي الكويت هي الأكثر تفاعلا من ناحية الصحفية بالنسبة لعدد المواطنين.
فهناك في أوجه نظر مشتركة، لكن يعني أؤكد على المستقبل بالذات في العلاقات الاقتصادية. وحتى أن لقد أن الكويت اتجهت شرق بريطانيا، الآن تتجه شرقا تبع الكويت. المنتجات البترول المكررة كانت يعني تواجه إجراءات جمركية معقدة وغالية في الاتحاد الأوروبي، الآن بريطانيا ستكون منفذ آخر للمنتجات البترولية من الخليج كله وليس فقط من الكويت. جميل جدا أستاذ عادل درويش المحلل السياسي، شكرا على حضورك وأهلا بك مرة أخرى في الكويت. أهلا بك، شكرا جزيلا بك.